بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معادنا النهاردة مع فيديو جديد ودرس جديد من دروس النحو العربي المكررة علينا السنة دي، وهو الاسم الجمع. تعريف الاسم الجمع: هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين. الاسم الجمع هو الاسم الذي يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، زي مثلا كلمة مهندسون مفردها طبعا مهندس، وكلمة متفوقين مفردها متفوق، وكلمة معلمات مفردها معلمة، وكلمة مدارس مفردها مدرسة. أنواع الاسم الجمع: أولا جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم يا أولاد هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون على مفرده المذكر العاقل. هنلاحظ من خلال التعريف إن جمع المذكر السالم نقدر ناخد منه الشروط بتاعته. طيب، زي مثلا لما يجي يقول لي مثلا هو ما دل على أكثر من اثنين، يبقى الاثنين مذكر بزيادة واو ونون أو ياء ونون، يبقى شرط جمع المذكر السالم إن هو ينتهي بالواو والنون أو الياء والنون. وشرط كمان في جمع المذكر السالم إن المفرد بتاعه يكون عاقل. زي كلمة مهندس، هنزود الواو والنون بقى مهندسون، أو هنزود الياء والنون بقت مهندسين. وده السبب اللي خلانا نقول عليه جمع مذكر سالم، ان حركته جمع المذكر السالم يسلم من التغيير في المفرد. ازاي؟ لو تلاحظ معايا هتلاقي ان كلمة مهندس من المعانا دي، علشان خلناها نخليها جمع مذكر سالم، زودنا الواو والنون فقط على الكلمة الأصلية بدون تغيير في أصل في حروف الكلمة الأصلية. طيب، كذلك مهندسين، لاحظ ان حركة النون في الجمع تكون مفتوحة، يعني حركة النون في جمع المذكر السالم دي مفتوحة، بنقول مهندسونا ومهندسينا، والحرف الواقع قبل الياء والنون يكون مكسور اللي هو حرف السين في الكلمة، بقول مهندسون لو كانت بتكون مضمومة لو بنزود الواو والنون، وتكون مكسورة لو زودت الياء والنون. لازم تخلي بالك ان فيه بعض الكلمات ممكن تيجي على صورة جمع المذكر السالم ولكنها ليست جمعا مذكرا سالما، مثل كلمة فنون، وكلمة سكاكين، وكلمة ميادين، كلمة عيون، كلمة قوانين، وكلمة مساكين. لاحظ الكلمات اللي معانا كلها، الستة اللي معانا دول، كل الكلمات دي اخرها واو ونون او ياء ونون، لكن ما ينفعش بالرغم من كده ان احنا نقول على اي كلمة فيهم جمع مذكر سالم، وده لأسباب لازم نعرفها. اول كلمة، كلمة فنون، مفردها فن. طيب، يبقى النون اللي معانا في كلمة فن دي اصلية، يبقى احنا زودنا على كلمة فن الواو فقط وفكينا التضعيف بتاع النون، ما زودناش واو ونون. طيب، كلمة سكاكين مفردها سكين، إذا الياء والنون اللي في سكاكين ياء ونون من أصل الكلمة، هما في أصل الكلمة. طيب، يبقى احنا زودنا عليها الكاف والألف، وده مش الشرط بتاعنا في شروط جمع المذكر السالم. جمع المذكر السالم قال لك لازم تزود ياء ونون، طب هنا الياء ونون أصلية. كذلك ما ينفعش نقول على سكاكين سكاكون، وفن ما ينفعش نقول عليها فنين. جمع المذكر السالم لازم يقبل الواو والنون والياء والنون. كلمة ميادين مفردها ميدان، النون اللي في آخر الكلمة، كلمة ميادين نون أصلية من أصل الكلمة، كمان ميادين غير عاقل، وفي سكاكين وفنون غير عاقل، ما ينفعش إن احنا نجمعهم جمع مذكر سالم. كلمة عيون مفردها عين، النون اللي في عيون اللي في آخر الكلمة نون أصلية مش زائدة،
بخلاف شرط جمع المذكر السالم ان الواو والنون او الياء والنون تكون زائده. كذلك عيون غير عاقله، كذلك ما ينفعش نقول عينين، كذلك كلمه قوانين مفردها قانون برضو النون اصليه في الكلمه وبرضو غير عاقله. طيب مساكين مفردها مسكين مع انها عاقله، يعني المساكين عقلاء، لكن برضو الجمع ده جمع تكسير مش جمع مذكر سالم، لان الياء والنون اللي في اخر مساكين برضو اصليه من اصل الكلمه. كذلك ما ينفعش نقول مساكون، لكن زياده الجمع اللي معانا هي الالف اللي بعد السين، وده من الزياده التي تكثر في جمع التكسير وليس جمع المذكر السالم اللي احنا لسه متفقين عليها، لابد ان تنتهي بالواو والنون والياء والنون. لاحظ ان عند تحويل الجمله المفرده الى جمع مذكر سالم لازم تاخد بالك، اذا كانت الكلمه مرفوعه فانها تاتي بزياده الواو والنون. طيب ده بيكون في ثلاث حالات، المبتدا والخبر والفاعل. واذا كانت الكلمه منصوبه فانها تاتي بزياده الياء والنون، وده اذا كانت الكلمه مفعولا به. واذا كانت الكلمه مجروره فانها تاتي بزياده الياء والنون، وذلك اذا كانت اسم مجرور يعني مسبوقه بحرف من حروف الجر. طيب مثل المعلم المجتهد محبوب. اعرب معايا، المعلم مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه، المجتهد خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه، او المجتهد صفه، محبوب خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب يا اولاد، احنا قلنا المبتدا والخبر دول مرفوعين وقايلين في جمع المذكر السالم ان لازم في عند تحويل الكلمة إلى جمع مذكر سالم إذا كانت مرفوعة فإنها تحول بالواو والنون. يبقى المثال ده هو هيصير المعلمون المجتهدون محبوبون. يقيم المهندس الجسور. يقيم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، المهندس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الجسور مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب حول الكلمة المهندس كده إلى جمع مذكر سالم، هتقول لي دي مرفوعة يا مستر، هقول لك أيوة ممتاز، يبقى علشان هي مرفوعة هنحولها إلى جمع المذكر السالم بزيادة الواو والنون، تبقى يقيم المهندسون الجسور. يكرم أو يكرم المعلم المجتهد، حولها إلى جمع مذكر سالم، هنقول يكرم فعل مضارع، المعلم فاعل، المجتهد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب التحويل هيبقى ازاي؟ هيبقى يكرم المعلم المجتهدين، المجتهدين بالياء والنون لانها منصوبه، لانها وقعت في موقع المفعول به. المثال اللي بعد كده، سلمت على المتفوق، سلمت فعل وفاعل، سلمت فعل ماضي طبعا مبني على السكون والتاء الفاعل، على حرف جر، المتفوق اسم مجرور وعلامه جره الكسره. هنحولها هتبقى سلمت على المتفوقين بالياء والنون في المتفوقين لأنها هتكون اسم مجرور. ثانيا جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم هو اسم يدل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على مفرده، يعني اثنتين للمؤنث، صياغته يصاغ بزيادة الألف والتاء على مفرده، مثل مصرية، هنحولها إلى جمع مؤنث سالم تبقى مصريات. طيب إيه تاني؟ مهندسة، هنحولها لجمع مؤنث سالم تبقى مهندسات. ارتفاع، هنحوله لجمع مؤنث سالم تبقى ارتفاعات. لاحظ كل الكلمات اللي تحولت إلى جمع مؤنث سالم تنتهي معانا بالألف والتاء. في بعض الكلمات تنتهي بالالف والتاء ولكنها لا تعتبر جمعا مؤنثا سالما، زي مثلا كلمة أصوات، أوقات، أبيات. طيب كلمة أصوات مفردها صوت، يبقى إذا التاء من أصل الكلمة وليست زائدة. أوقات كذلك مفردها وقت، التاء من أصل الكلمة وليست زائدة. أبيات مفردها
بيت، التاء هنا من أصل الكلمة وليست زائدة، وده مخالف للي احنا متفقين عليه، وإنه إن جمع المؤنث السالم لابد أن ينتهي بألف وتاء زائدتين، وليست ألف وتاء من أصل الكلمة أو التاء فقط مثلا من أصل الكلمة. الجمع الثالث والأخير معانا جمع التكسير. جمع التكسير دوت أنا بسميه الجمع اللي ملهوش قاعدة، يعني أي جمع أي كلمة تصير جمع تكسير بدون قاعدة ثابتة. طيب تعريف هو إيه جمع التكسير؟ هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغيير صورة مفرده. هنغير صورة المفرد، ويجوز جمع التكسير مع المذكر والمؤنث، بمعنى إن كلمة أو جمع التكسير يتم بتغيير الكثير من الأحرف في الكلمة دون الاعتماد على قاعدة ثابتة، وهذا سبب تسميته جمعا أو جمع تكسير، لأنه يكسر الكلمة. يعني زي مثلا كلمة باب جمعها أبواب. لاحظ معايا هتلاقي إن الكلمة اتحولت أو حصل فيها أكتر من تغيير. التغيير الأولاني الهمزة الزائدة في أول الكلمة اللي هي الألف اللي قبل الباء، كذلك الواو اللي بعد الباء. تعال شوفهم في المفرد، دول مش موجودين في المفرد، وده طبعا مخالف للقاعدة الثابتة. مثلا يعني ما عندناش قاعدة ثابتة بتقول في جمع التكسير إن أي كلمة تبدأ بالألف وفي منتصفها واو، ده ملهوش قاعدة. بدليل كمان إن عندي كلمة تمثال جمعها تماثيل، حصل فيها تغيير مخالف لكلمة أبواب. يبقى إذن جمع التكسير هو جمع لا قاعدة، وسمينا تكسير لأنه بيكسر الكلمة. يعني بكده نكون انتهينا من القاعدة اللي معانا النهاردة. هناخد تدريب صغير عليها كده. السؤال بيقول حول الجمل الآتية إلى الجمع وغير ما يلزم. المؤمن صادق، الممرضة رحيمة، الصديق أمين، رافقت صديقا مخلصا، يحترم المواطن الصالح القوانين. بكده نكون انتهينا من درس الاسم الجمع للصف الرابع الابتدائي. ان شاء الله نتقابل في درس جديد من دروس النحو العربي المقررة عندنا في الفصل الدراسي الثاني.